خلينا بقى نخرج من هذه الأخبار وهذه العناوين إلى اللي انتوا بتحبوه. عندنا لقطتين مهمين جدا النهاردة. تعالوا نروح لتدريب النادي الأهلي وهو أيضا حصري مع حارس الأهلي. أنا عايز حضراتكم عينيكم تبقى على كولر. بص ركز معايا على كام لقطة كده مع كولر، جهاز الفني بالكامل لكن مارسيل كولر بالتحديد. هتلاقي في روح جميلة موجودة، الدنيا متغيرة، في حالة من الراحة، في حالة من السعادة كده. خرجنا تماما من قصة مباراة السوبر. بص بقى، اقف اقف يا بيومي على الصورة دي، ثبتها كده، ثبت، اثبت اثبت. مين ده؟ مين؟ ايوه هو. لا بجد بتهزر؟ بتهزر؟ والله ما بهزر. ده امام عاشور، ودي احلى حاجه عملها امام عاشور، ومفيش عيب ابدا ولا مانع انه ممكن الكوره تلطش معاك شويه، الظروف تلطش معاك شويه. اعيد حساباتي، ضرب شعره، تريك تراك تريك، يلا يا عم شيل جز قص، عايز ارجع زي ما انا بتاع زمان. امام اللي الناس بتحبه عاد كما كان وسيتالق افضل من مكان. هيكون هو جوكر الاهلي، هيكون هو نجم الاهلي، هيكون هو نجم المنتخب. اللي جاي احلى واحلى لامام عاشور، وافتكروا هذا الكلام. كمل الصوره وكمل الفيديو وشوف الدنيا ماشيه ازاي، شوف التركيز عامل ازاي هنا، وكانه لاعب جديد داخل على النادي الاهلي بيقول لا خلاص بقى كفايه، انا مش مستحمل كل النقد ده واللي اتعمل خلال الفتره اللي فاتت فيا. ممكن اكون كنت مقصر شويه، كنت يعني شويه، لكنه خلاص يا رجاله انا راجع افضل مما كنت.